في قطاع الدائري التابع لمنطقة جيزان جنوب السعودية، إحدى أصعب التضاريس الحدودية وعورة في العالم، حيث تتمركز فرقة من الوسائل الرقابية الحية K9 بانتظار إشارة من فرقة الاستطلاع بالكاميرات الحرارية المتمركزة في مكان آخر لرصد أي تسلل محتمل. مع صعوبة الطقس الماطر معظم فترات اليوم، جندي الاستطلاع يرصد حركة عدد من المتسللين ويعطي إشارة لفرقة K9 المتمركزة في موقعها. أمامك أشخاص، ما يقارب 9 أشخاص يحاولون الدخول. فرقة K9 الراجلة تطلق طلقة تحذيرية لإيقافهم قبيل إطلاق الكلاب المدربة على ضبط المتسللين في حال عدم التوقف. بمساندة مركبات دوريات الحدود ضبط المتسللون، وبحوزتهم عتلات مليئة بحزم القاتل المخدرة المحظورة. أول ما تمشي إذا قابلك عسكري يداعيك وقف، أنت توقف طوالي، إذا ما رضيت توقف تقوم تشرد ولا شيء يكسرك طوالي. وحدة K9 المتخصصة بالأسلحة والمخدرات تقوم بتمشيط السياج الحدودي للبحث عن مخدرات أو سلاح محتمل. اعتاد المهربون على تمريرها بأساليب متنوعة مثل دسها في الرمال أو قذفها من مسافات قريبة. أهدافها مساعدة زملائهم في حدود مسؤوليات حرس الحدود على الشريط الحدودي وعلى تفتيش الوسائط البحرية التابعة لحدود مسؤوليات حرس الحدود والبحث عن المتفجرات والمخدرات والبحث والمطاردة والهجوم للمتسللين والمهربين المتجاوزين الحدود. وحدة الوسائل الرقابية الحية K9 التابعة لحرس الحدود السعودية أظهرت كفاءة عالية في مساندة الدوريات على امتداد الشريط الحدودي لضبط المتسللين من إرهابيين ومهربين. من أمام الشريط الحدودي بالطوال، حسين بن مسعد، العربية.